بغداد. هذه بدا العمل بها بتاريخ 3/9، بدا العمل بها بتاريخ 3/9/2002، وتعتبر هذه اول تجربه للشركه العامه لتاهيل منظومات الطاقه الكهربائيه. مثل ما تلاحظون الاعمال المنفذه حاليا اعمال صيانه سنويه لوحده انتاج الطاقه الكهربائيه الاولى. الأعمال المنفذة حاليا قمنا بصيانة الاير هيتر للوحدة هذه اللي كان متضرر نتيجة حادث حريق سابق بالوحدة هذه، بهالمنظومة هذه. قمنا بتبديل سلال الاير هيتر الجهتين الباردة والحارة اللي كانت أضرارها كبيرة جدا، والحمد لله الان في عمل انجاز كامل للمنظومه هذه. الاعمال الاخرى اللي قمنا بها هي عمليات قطع انابيب الفرن اللي موجوده اللي نلاحظها الان. توجيهات الفحص الهندسي اللي يقوم باعمال الفحص للانابيب واللي يحدد لنا مناطق الديفكت اللي موجود بالبايب، وعلى اساس نقوم بقطعه واستبداله بانبوب جديد. المنظومة
المنظومة الأخرى اللي نقوم بصيانتها للمرجل هي منظومة المشاعل، نسميها المين بينر، حيث نقوم بفحص الأجزاء اللي موجودة ونستبدل الأجزاء المتضررة منها. مثل ما نلاحظ هسه الآن هذا الجزء اللي هو متضرر اللي قمنا باستبداله بجزء صالح آخر، وكذلك هذا الأنبوب الآخر اللي تم قطعه واستبداله بأنبوب جديد. وبناء على نتائج الفحوصات اللي نقوم بها، هذه العملية نقوم بها إلى المشاعل، كافة المشاعل الموجودة في الفرن، والفتحة اللي موجودة هذه هي اللي يصير بها يبعد المين بينر. اللي موجودة احنا من الاعمال اللي نقوم بها هي نصب السكلة اللي تمتد من اسفل الفرن الارضية الى الطابق الاعلى، حيث تقوم مجموعة الفحص الهندسي بفحص الانابيب باجهزتهم الخاصة وبيان المشاكل اللي موجودة بالانابيب، وعلى اساسها تقوم عملية القطع. ونلاحظ احنا حاليا المنطقة اللي امامنا اللي مقطوعة هي منطقة خلينا نقول البايبات اللي تربط بين درم العلوي ودرم السفلي، الرايزر تيوب نسميها، واللي نشوفه احنا حاليا مهيئين مجموعه الانابيب اللي راح نستبدلها مكان الانابيب اللي قطعناها. هذه اللاحظة أمامنا هي دكتات الهواء الخاصة بالمين بينر اللي نقوم بأعمال صيانتها وقطع الأجزاء المتضررة من عندها. مثل ما نلاحظ هنا هذا الجزء متضرر سابقا، فقطعنا المتضرر واستبدلناه بليد جديد. اللي نقوم بأعمال صيانة عليها مثل ما اللي موجودة بالطابق السفلي اللي عندنا هنا في فرننا هذا جنوب بغداد، هي أربع بينرات رئيسية. هو الدرم العلوي للفرن، حيث نقوم فتح البوابات الخاصة به وندخل إلى داخله، ونقوم بعملية تنظيفه وفحصه فحص دقيق من وجود أي مشكلة به. ولاحظ الآن ملحقات الدرم اللي هي الأنابيب المتصلة بدرم العلوي للمرجل بما فيها من ولفات. حيث تم صيانة هذا جميعا، الأجزاء اللي نشوفها أمامنا هو السيفتي فالف للمرجل اللي يقوم بحماية المرجل عند صعود الضغط إلى حد معين،
لاحظ الان الاريتر من الجزء العلوي، لاحظ الان الاريتر من الجزء العلوي، ونلاحظ حجم الاضرار اللي متعرض لها الاريتر، حجم العمل اللي قمنا به لازاله الاضرار واعادتها الى وضعها الطبيعي ان شاء الله. أول تجربة للشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية، والحقيقة هذا الأعمال كانت حكر على الشركات الأجنبية، والآن يقوم بها إخوانكم مجاهدي الكهرباء من مهندسين وفنيين بكوادر عراقية فنية 100%، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن القيادة وجنود مشرعة بيد السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه، من أجل بناء الوطن ومن أجل إفشال المخططات الأمريكية والصهيونية اللي تنوي تأخير هذا البلد. وشكراً المهندس حسن عبد الزهرة، مدير موقع تأهيل محطة كهرباء جنوب بغداد. Thank you.